تعالوا بقى ندخل في موضوع حلقتنا النهارده وطبعا كلنا منتظرين يعني انطلاق هذا اللقاء التاريخي مباراه الاهلي وريال مدريد في نصف نهائي كاس العالم للانديه 9 مساء بتوقيت القاهره على ملعب مولاي عبد الله بالرباط طبعا كتيبه كولر امام كتيبه انشيلوتي وممكن كمان نسمي هذا اللقاء ديربي القرن بين بطل القرن الافريقي وبطل القرن الاوروبي ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده منتظرين الفوز وبطبيعه الحال منتظرين ان احنا نشوف لعب يمتعنا وياكد لنا ويدعم الـ 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 اليقين اللي عندنا كلنا كاهلويه ان النادي الاهلي نادي كبير وثقيل حقيقي يعني امبارح كل فريق النادي الاهلي اختتم استعداداته وكذلك الفريق المنافس جماهير النادي الاهلي طبعا واقفه في ظهر فريقهم تشجيع ودعم لا محدود يعني لما نفكر كده ومش عارف هل دي بتبقى تحيز منطقي ولا دي حقيقه وامر واقع ان فعلا يعني الاهلي طول عمره مصدر للبهجه ومصدر للمتعه ومصدر للفخر ان شاء الله كل العناصر دي تتحقق في ماتش النهارده بص الماتش النهارده برضو هنتكلم اكيد في تفاصيله في الفقرات وتكلمنا قبل كده وهنستمر يعني والمتابعه مستمره طبعا على قناه الأهل لغايه موعد المباراه وكمان اكيد تغطيه بعد المباراه